قانون حرية الوصول للمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية. توفيت في برشلونة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة مونتسيرات كوبالي عن عمر ناهز 85 عاما، وكانت كوبالي عانت من مشاكل صحية لسنوات، وتضم مجموعة أغانيها 125 دور في الأوبرا، وكانت تغني في أشهر المسارح العالمية وبينها كوفنت جاردن في لندن وأوبرا أخرى في نيويورك وجراند أوبرا في باريس.